اليوم بمحافظة أسوان أولى حملات التأييد للمرشح الرئاسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث نظم اليوم حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان مؤتمرا جماهيريا حاشدا بحضور الأستاذ ياسين عبد الصبور أمين عام حزب حماة الوطن بأسوان وسادة أمناء المراكز والأمناء المساعدين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وممثلي الجمعيات الأهلية والنقابات وسادة أعضاء الحملة الرئاسية بأسوان. منظمين مؤتمرات في مراكز المحافظة الست مراكز، كل يوم هنكون موجودين هناك طبعا بجميع قياداتنا الحزبية. طبعا احنا عاوز نتكلم على الانجازات اللي عملها السيسي في ال10 سنوات السابقة، انجازات طبعا كتيرة احنا هنسرد منها البعض، مشروعات صناعية، مشروعات زراعية. والله من خلال هذا المؤتمر احنا طبعا جايين نشكر الرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي طبعا على الإنجازات اللي حصلت معايا أنا كراجل صياد وممثل جمعية كويس، إن التطوير والتنمية اللي حصل في بحيرة ناصر في طول مدته ولحد يومنا هذا بأمانة يعني فتحت بيوت. وفي كلمته خلال المؤتمر أكد الأستاذ ياسين عبد الصبور أمين عام حزب حماة الوطن بأسوان بأن هذا المؤتمر يأتي في إطار خطة الحزب لدعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأحث المواطنين للمشاركة بفاعلية في الاستحقاق الدستوري المقبل، وأكد أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجماهير حول القيادة السياسية دعما لمسيرة التنمية. اليوم يوم رد جميل، ويمكن الجمعية النوبية لسيد الأسماك برضو مصممين على أن هو يوم رد جميل للسيد رئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا بقول لكل الشعب المصري أن يوم 10 و11 و12 بإذن الله أنتوا هتروحوا تردوا الجميل للراجل اللي شال كفنه 2014، اللي كان أفشل المؤامرة والصفقة المشبوهة اللي كانت هتعمل، اللي لقى البنية التحتية واقعة في مصر، صرف صحي، غاز طبيعي، طرق، سكة حديد، وبدأ ينهض بهذه الأمور. احنا لازم تكون ايدينا في ايدين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان نكمل اللي بدأناه وعشان نعمر اللي لسه هنعمره، لسه اللي جاي كتير واللي عملناه كتير فلازم نكمله. هي وقفة لمصر وللوطن العربي ككل، ولازم يبقى تجمعنا تجمع واحد وكلمتنا كلمة واحدة هي تحيا مصر.